السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم. في البداية نسلط الضوء اليوم على مقال للكاتب علاء اللامي في صحيفة العالم الجديد، يناقش المقال قرارا حديثا يتضمن حذف العطلة الرسمية لذكرى ثورة 14 من تموز وإضافة مناسبة دينية جديدة طائفية، وهو تغيير يثير العديد من الأسئلة حول تأثيراته المحتملة على النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية في العراق. علاء اللامي يعرض في مقاله أن الثورة وقعت في 14 من تموز عام 1958، كانت لحظة محورية في تاريخ العراق حيث أدت إلى إعلان الجمهورية وإنهاء النظام الملكي. يظهر اللامي كيف أن هذه الثورة التي جاءت نتيجة حركة شعبية وتقدمية تم حذفها من قائمة العطل الرسمية في خطوة تبدو كأنها محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتغيير هوية البلاد بشكل جذري. كذلك يحذر اللامي من أن التعديلات الجديدة على قانون العطل الرسمية قد تكون خطوة نحو تأسيس دولة طائفية، مما يعيق الانقسامات ويزيد من التوترات أو يعمق الانقسامات ويزيد من التوترات الاجتماعية والطائفية، ويؤدي كذلك إلى هجرة الأقليات وزيادة التشنج في المجتمع العراقي. أشار أكثر من محلل ومراقب إلى خطورة هذا الصنيع مستقبلاً، لأنه كما قيل سيكون عاملاً من عوامل التشنج الطائفي وزيادة حدة الاستقطاب والشحن العدائي. المبررات التي ساقها عضو اللجنة القانونية النيابية سالف الذكر لحذف ذكرى ثورة تموز الجمهورية، والتي تتلخص في نقطتين: الأولى أنها مناسبة جدلية، والثانية حصول عمليات قتل وانقلاب خلالها، فهي إلى جانب كونها ساذجة فهي غير دقيقة مضمونا ومقطوعة عن سياقها التاريخي. وهنا سؤال يطرح على أهل النظام الحالي في العراق: هل لديكم إحصائيات بأعداد العراقيين الذين تسببتم بقتلهم بإصراركم على خيار الحكم الطائفي والهيمنة المذهبية؟ فأطلقتم العنان للقوى التكفيرية لتلغ في دماء العراقيين وفشلتم في حمايتهم. هل لديكم إحصائيات بأعداد العراقيين الذين قتلتموهم أنتم مباشرة لمجرد أنهم تظاهروا سلميا يطالبون بالإصلاح والتغيير؟ هل قدمتم قوائم بأسماء الشهداء من المتظاهرين السلميين كما وعدتم، وهم بالمئات والجرحى بالآلاف الذين حصدهم الرصاص الحكومي خلال الانتفاضة السلمية في تشرين الأول سنة 2019؟ إن قانون العطل الرسمي الجديد يمكن اعتباره خطوة حاسمة على طريق قيام وترسيخ الدولة الطائفية الدينية ونهاية للجمهورية الأولى. إلى تقرير بعنوان: الذباب يغزو البصرة والروائح تحاصر البيوت، النفايات خطر يداهم الأهالي، من موقع شفق نيوز. يؤدي تراكم النفايات إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الذباب والبعوض والحشرات الأخرى بشكل كبير، يتسبب بمخاطر صحية عديدة، وهو ما يثير سخط المناطق القريبة منها وخاصة مع هبوب الرياح. كذلك استياء النشطين البيئيين لعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لمعالجتها في العراق بصورة عامة والبصرة بصورة خاصة، ويسبب تراكم القمامة بالعديد من الأمراض التي تنتشر عن طريق الناقلات مثل الذباب والبعوض والقوارض والحيوانات الأليفة، حيث تعتبر القمامة بمثابة موطن لتكاثر هذه النواقل، وبالتالي هناك حاجة ملحة لإدارة التخلص من النفايات بشكل فعال. الواقع البيئي في عموم محافظة البصرة مترد، وعلى الحكومة التخلص من النفايات سريعا، لأن الهواء الملوث يسبب أمراضا ومشاكل صحية كثيرة. من جهته يعزو الناشط البيئي من البصرة فلاح حسن تراكم النفايات في المحافظة إلى أن طوال الفترة السابقة لم يتم تحديث آلية جمع ورفع وأزل النفايات،
وأوقات تواجد الكابسات وخرائط تجميع النفايات والمحطات الوسطية لها، فهذه جميعها تحتاج إلى تحديث لإدارة ملف النفايات. ويقول رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي في بيان ورد لوكالة الشفق نيوز إن المواطن يساهم في إنتاج أكثر من 2 كيلوغرام يومياً من النفايات، لتصل نسبة النفايات اليومية إلى 23 مليون طن يومياً، مسببة تلوثاً كبيراً في الهواء. وكما أن البصرة لم تتبنى أي مشروع لإعادة تدوير النفايات، رغم أنه يعد من المشاريع الربحية والذي ينهي النفايات بشكل كبير، حيث سيتم الاحتفاظ بالنفايات وبيعها بدلاً من رميها في الشوارع. إلى مقال نشر في صحيفة البصائر العراقية للكاتب أياد العناز، يحوي تحليلاً معمقاً للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم في العراق. يستعرض العناز بتفصيل كبير الصعوبات الراهنة والأزمات المستمرة التي يعاني منها النظام التربوي العراقي، مشيراً إلى التراجعات الكبيرة التي حصلت بعد الغزو الأمريكي في 2003، وكيف أثرت هذه التحولات سلباً على التقدم التعليمي والعلمي في البلاد. تحول العراق من دولة رائدة في مجال التعليم إلى دولة تكافح للحفاظ على مستويات التعليم الأساسية، ورغم الثروات الكبيرة النفطية التي يملكها، فإن العراق يواجه تحديات جمة في إعادة بناء نظامه التعليمي وتحقيق التقدم الذي كان يأمل فيه. إذا نظرنا للواقع التربوي الذي يعيشه العراق حالياً وطبيعة الأدوات والآليات التي تقاد بها العملية التربوية، للمسنا العديد من الإخفاقات والأزمات التي يعاني منها قطاع التربية والتعليم في العراق، والمشاكل الخاصة بالإعداد التربوي للتعليم وانتشار الأمية في المجتمع، وعدم وجود وسائل وبوادر إيجابية لمعالجة هذه الإخفاقات التي تؤثر على حالة التقدم العلمي والتقني في البلاد، وإيجاد السبل الكفيلة للتغلب على المصاعب المتعلقة بالبنى التحتية للتعليم. حيث شهد العراق بعد الاحتلال الأمريكي في 9 نيسان 2003 انتكاسة كبيرة ووضعا مأساويا في جميع مجالات الحياة، وكان لقطاع التربية والتعليم حيز كبير في هذا الواقع المؤلم، فأصبح في العراق 1 مليون طالب يتلقون التعليم في 27 ألف مدرسة بواقع 50 طالبا في الصف الواحد، مع وجود نقص في الكادر التعليمي وحاجة البلاد إلى تأهيل 3 آلاف مدرسة، ووجود المدارس الطينية التي لا تتناسب والإمكانيات المادية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني العراقي، حيث العوائد المالية التي ترد من تصدير النفط وتقدر بعشرات المليارات من العملة الصعبة، ولكن الفساد الإداري والاقتصادي وعدم وجود رؤية حقيقية وسياسية تربوية وبرامج تنموية تأخذ على عاتقها تطوير وبناء العملية التربوية بما يحقق الغايات والأهداف السامية في تطوير ونهوض المجتمع العراقي. في مقال إغناثيو ألباريت أوسوريو على الجزيرة نت، يتم تسليط الضوء بشكل مفصل على الأهمية الدبلوماسية والرمزية لاعتراف إسبانيا وشركائها الأوروبيين بدولة فلسطين. يوضح الكاتب كيف يمثل هذا الاعتراف تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية لهذه الدول، وكيف يمكن أن يؤثر على هذا القرار على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. يناقش الكاتب أيضاً الدعم الشعبي الواسع في إسبانيا لهذه الخطوة، مستنداً إلى استطلاعات الرأي التي تظهر مستويات عالية للتأييد للاعتراف بفلسطين. يبرز أوسوريو كيف أن هذه الخطوة تعد بمنزلة رد على التلكؤ الأوروبي السابق وانحيازه لإسرائيل، مما يجعل من الصعب على الاتحاد الأوروبي تجاهل الانتقادات المتزايدة لسياسات إسرائيل في المنطقة. الرأي العام الإسباني بغالبيته يدعم أيضا هذه الخطوة، فاستطلاع الرأي الذي أجراه معهد إلكانو الملكي أشار إلى دعم نحو 78% لهذا القرار، وأكد أيضا أن 71% من الإسبان يعتبرون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة،
وهكذا فقد أصبح واضحا للعيان بعد 30 عاما من التوقيع على اتفاقية أوسلو أن إقامة دولة فلسطينية لن تأتي نتيجة للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. تلك الحجة التي تستخدمها العديد من الدول الأوروبية لتبرير رفضها القيام بهذه الخطوة التي تبنتها إسبانيا وأيرلندا والنرويج. الآن حركت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الماء الراكد، فمن الآن فصاعدا لن يكون من السهل على الاتحاد الأوروبي تبرير المعاملة التفضيلية التي يمنحها لإسرائيل، ولن يكون بإمكانه أن يشيح بالنظر إلى جهة أخرى متظاهرا بجهله بالمجازر المتكررة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي. إذا استمرت الدول الأوروبية في بيع الأسلحة إلى إسرائيل لتستخدمها في تدمير كامل قطاع غزة، فمن الممكن مستقبلا أن يتم اتهامها بالتواطؤ في الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك جرائم الإبادة أو القتل العمد للمدنيين أو استخدام التجويع كسلاح حرب التي تتحقق منها المحكمة الجنائية الدولية. في مقال لمحمد جميل نشرته عربي 21 يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة العدالة الدولية على حماية نفسها من التدخلات السياسية الغربية وخصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية. يشير جميل إلى أن هذه القوى التي تدعي الدفاع عن الديمقراطية تتبع معايير مزدوجة تعزز من الإفلات من العقاب على المستوى الدولي، مستغلة العدالة الدولية لخدمة أجنداتها السياسية. يناقش المقال كيف أن هذه الدول توفر دعماً غير محدود لإسرائيل في النزاعات الدولية مثل الأحداث الجارية في قطاع غزة، بينما تستخدم العدالة الدولية كأداة لممارسة الضغط السياسي على خصومها كما هو الحال في الصراع الأوكراني. يشير جميل إلى التناقض في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، حيث تعمل هذه الدول بكل طاقتها لضمان أن تكون المحكمة الجنائية الدولية في صفها عند الحاجة، بينما تعرقل عملها عندما تكون القضايا ضد مصالحها. من الواضح أن خطوة المدعي العام جاءت متأخرة جدا، وهناك جرائم قبل أحداث 7 من 20 أكتوبر مثل الاستيطان. لو اتخذ المدعي العام فيها إجراءً لأحدث فرقاً، كما أنه بدا معنياً في طلب إصدار مذكرات التوقيف أن تشمل الطرفين حتى يبدو متوازناً ويخفف من حجم الهجوم عليه من الجانب الإسرائيلي وحلفائه، لكن أن له ذلك مذكرات التوقيف إن صدرت ستعمم من خلال الشرطة الدولية الإنتربول على شكل نشرات حمراء، وهو ما يجعل نتنياهو وجالانت حبيسي الجغرافيا، ولا تستطيع أي دولة من الدول الأطراف استقبالهما على أراضيها، وهو ما يوجب على الدول الداعمة لإسرائيل وفي نفس الوقت هي عضو طرف في المحكمة أن تراجع مواقفها من دعم حرب الإبادة، فهي بكل وضوح شريكة في الجرائم التي يرتكبها نتنياهو. لا يجوز أن تقف المحكمة والدول الأطراف صامتة في مواجهة التهديدات والعربدة التي تمارسها إسرائيل وحلفاؤها على المحكمة، فإن لم يكن للمحكمة أظافر وأسنان تحمي موظفيها بشكل حاسم فعلى العدالة الدولية السلام. فبالأمس كانوا يدعمون عمل المحكمة ووفروا لها كل الموارد في قضية أوكرانيا ضد روسيا، واليوم هم يعارضون عمل المحكمة ويهددون باتخاذ إجراءات ضد العاملين في المحكمة لشل عملها، وهذا ما يحتم على مدعي عام المحكمة والداعمين لها وعلى وجه الخصوص الدول الأطراف اتخاذ إجراءات لردع هؤلاء. والآن مشاهدينا نأخذ استراحة قصيرة مع صور الكاريكاتير.
في المخيمات الفلسطينية بالأردن بات فن الجداريات الوسيلة الأبرز للاجئين لإبقاء قضيتهم حية وللتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة الذي يعيش للشهر الثامن على التوالي تحت وطأة حرب إسرائيلية دمرت كل معالم الحياة ومعانيها. فعلى جدران المنازل والأماكن العامة في هذه المخيمات تنتشر جداريات فنية مصحوبة بعبارات تحدي لإسرائيل من قبيل غزة لن تركع ولن نركع، ليؤكد من خلالها اللاجئون أن قضيتهم أكبر من أن تنسى. ويعيش نحو 2.5 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، منهم نحو 460,000 داخل 13 مخيما وفق إحصائيات رسمية. ويعد مخيم البقع شمال العاصمة عمان أكبرها، حيث يحتضن نحو 120,000 لاجئ. مشاهدينا، الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من أحد مواقع الصحف. We are here with the organization Natura Carta NKUSA.org. We have gathered here today because we are outraged. We are pained with the situation in Gaza. We just saw the images yesterday how people are burning their life. This is unacceptable. It's unbelievable. Every righteous person needs to stand up against this genocide. It's a genocide for 9 months now. This have to be stopped. But we as Jewish people, we are here to say it's not just this genocide the last 8 months. It's this brutal occupation for over 76 years which is taking place on the account of Palestine. They are masquerading in our name, in the name of the Holy Torah, in the name of the Jewish religion, the Jewish people. This is totally false. Zionism is not Judaism. Zionism is a political movement. Judaism is a religion to serve God. We lived in a beautiful peace for hundreds of years with the Palestinian people till this brutal occupation took place in Palestine. Judaism is against all the actions the State of Israel stands for. Occupation, killing, stealing, genocide have no place in the Jewish religion or with the Jewish people. We are pained. We have gathered here to outcry the voice of people. Thanks to God, we see a lot of people standing up, a lot of people waking up. We hope the world should wake up and not be fooled by the Zionists when they're masquerading in our religion to justify all these crimes. The Zionist people have nothing with our religion. They're just using our religion as a tool to justify all these crimes. And when they are accusing all the people, the righteous people who are standing up against genocide as anti-Semitic, we say as Jewish people, this is totally wrong. Anti-Zionism is not anti-Semitism. It's not anti-Semitic. Standing up and say, from the river to the sea, Palestine should be free from occupation, free of genocide. وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم. نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.